السلام عليكم أبناء الطلبة، أحب أرحب بكم مرة ثانية. محاضرتنا لها اليوم أو لهذا الأسبوع ضمن مادة البايوكيمستري أو مادة الجينيتك بايوكيمستري، هي راح تكون عن الدي ان اي ريبليكيشن والترانسكريبشن والار ان اي بروسيسنج. The important role of DNA in transfer of information in living cells is called the central dogma of molecular biology. شنو معنى central dogma of molecular biology؟ هاي معناها أنه عندنا إحنا three major steps in the processing of genetic information. يعني الجينيتك information كيفية انتقالها أو الخلية شلون راح تقدر تحافظ على هذه المعلومات الوراثية من خلية إلى أخرى أو جيل بعد جيل من خلال هذه الثري ميجر ستيبس أو البروسس اللي هي ثلاثة مثل ما قلنا، اللي هما the first one اللي هي replication, the copying of parent DNA to form daughter DNA molecules having nucleotide sequences identical to those of the parent DNA. أول خطوة أو أول عملية هي عندنا replication اللي هو شريط الدي ان اي او الدبل ستراند دي ان اي راح نكون او اللي هو البارنت الاصلي راح يتكون من عنده شريط دي ان اي اخر مماثل وبنفس تسلسل النكليوتايد مماثل الى بشكل تام. Second step is transcription, the process in which the genetic message in DNA are rewritten in the form of ribonucleic acid اللي هو الRNA. بعدها بعد ما كوننا الدي ان اي بعد ما صارت عملية الريبليكيشن، بعدها راح تبلش عملية الترانسكريبشن اللي هي راح نحول الجينيتك انفورميشن من الدي ان اي الى الار ان اي. بعدها الخطوة الأخيرة الثيرد ستيب اللي هي الترانسليشن أو اللي هي نسميها البروتين سينثيسيس، in which the genetic message coded by RNA is translated by the ribosome into the protein structure. يعني راح يتحول عندنا ما اللي حدث بالخلية راح يتحول بالنهاية إلى شنو؟ إلى بروتين، يعني راح ينطينا بالنتيجة النهائية بروتين. This flow of genetic information from DNA to RNA to protein is called the central dogma of molecular biology. هذا دايجرام أو فيجر يوضح لكم شنو يعني السنترال دوغما. ده نقصد بها هذه الثري بروسيسنج اللي هي ريبليكيشن، بعدها ترانسكريبشن، وأخيرا الترانسليشن، يعني دي ان اي إلى ار ان اي إلى بروتين. دي ان اي is a major store of genetic information. To transfer this genetic information from a parent cell to a daughter cell during cellular reproduction, the DNA must be duplicated. يعني احنا حتى نقدر ننقل هذه المعلومات الوراثية من الخلية الأصلية أو الخلية خلية الآباء إلى الأبناء، مثل ما نقول خلينا نفسرها بهالطريقة. هذه شلون؟ لازم يكون عندي DNA duplicated، لازم يكون عندي نسخة ثانية مماثلة للأصلية. The duplication or synthesis of DNA is called replication. This method of DNA replication results in semi-conservative mechanism in which each replicated duplex daughter DNA molecule contains one parent strand and one newly synthesized strand. شنو اللي نقصده بهالكلام؟ إنه هذه الطريقة أو العملية اللي تصير بها الريبليكيشن للدي ان اي ده تتم من خلال ميكانيزم سيمي كونسرفيتيف. سيمي كونسرفيتيف شنو يعني؟ شنو نقصد بها؟ نقصد إنه لكل ريبليكيتد دوبلكس دوتر دي ان اي مولكيول راح يكون عندي، يعني بعد ما كملت الريبليكيشن راح يكون عندي تو ستراند أو تو دبل ستراند، كل واحد منهم راح يتكون من ستراند الأصلي وستراند النيو اللي تكون معه، والثانية كذلك واحد أصلي والثاني نيو مثل ما تشوفون بالفيجر اللي بالسلايد اللي بعد هذه. نعم مثل ما تشوفون هذا هو البارنت دي ان اي اللي باللون الأخضر الأصلي راح يتحول إلى
two DNA stranded or two pair يعني، فبالتالي راح يكون واحد باللون الأخضر واحد باللون الأحمر. الأحمر راح يكون هو النيو والأخضر هو الأصلي والثاني أيضا كذلك. فبالتالي شنو اللي صار عندي؟ عندي two daughter DNA molecule. Replication in prokaryotes. Replication in prokaryotes is much better understood than replication in eukaryotes. The basic requirements and components of replication are the same for prokaryotes as for eukaryotes. يعني احنا مثل ما نفهم الreplication بالبروكاريوتس هو نفسه بالايوكاريوتس، نفس المتطلبات او نفس المكونات اللي دا تكون عندي بالreplication بالبروكاريوتس هي نفسها بالايوكاريوتس. Therefore, an understanding of how prokaryotes replicate provides the understanding of how eukaryotes replicate. The DNA synthesis is catalyzed by enzymes called DNA-dependent DNA polymerase. يعني هذه عملية DNA synthesis أو replication تتم بمساعدة إنزيمات نسميهم DNA-dependent DNA polymerase. وهم ممكن يسموهم مجتمعين DNA polymerases. ليش سميناهم DNA dependent DNA polymerases؟ لأنهم مش راح يكونون they require DNA template، يعني لازم أكو عندي DNA template حتى يتواجدون هذول الإنزيمات أو حتى يقدرون يأدون الفانكشن مالتهم. There are three types of polymerases in prokaryotes. DNA polymerase 1 completes chain synthesis between Okazaki fragments on the lagging strand. DNA polymerase 2 is mostly concerned with proofreading and DNA repair. DNA polymerase 3 catalyzes leading and lagging strand synthesis. بعد شوي راح تعرفون على هذه المعلومات أو هاي المصطلحات شنو معناها من خلال عملية الريبليكيشن. المطلوب من عندنا أنه نفهم كل إنزيم شنو اسمه وشنو الفانكشن مالته. هذا التيبل هنا يوضح لكم هذول البوليمريزز اللي هم موجودين بالبروكاريوتس وبالإيوكاريوتس. احنا قلنا هم البروكاريوتس والإيوكاريوتس الريبليكيشن هي العملية نفسها وبنفس الخطوات، لكن أكو اختلافات بسيطة وهي من خلال هذولا الإنزيمز. مثل ما نشوف عندنا البروكاريوتيك بوليمريز اللي هم الثلاثة اللي وضحناهم بالسلايد السابق، وبالإيوكاريوتس راح يكونون عندنا خمسة بوليمريز اللي هم الألفا والإيتا والبيتا والجاما والسيجما، لكن تبقى الوظيفة واحدة هي لكل إنزيم مثل ما تشوفون. يعني الوظيفة اللي يؤديها مثلا البوليمريز 2 بالبروكاريوتيك إنزيم عندنا يقابلها 3 إنزيم 3 بوليمريز إنزيمز يؤدون هذه الوظيفة اللي هم الأتا والبيتا والجاما، كل واحد عنده وظيفة خاصة به. Stages of replication. The process of replication can be divided into three stages. اللي هم initiation, elongation, و termination. يعني بداية replication هي initiation أول خطوة، الخطوة الثانية تبدي elongation وبعدها termination نهاية لعملية replication. Initiation of DNA replication involves unwinding or separation of two complementary DNA strands and formation of replicating fork. بداية عملية الريبليكيشن تتضمن شنو؟ فصل الـ 2 strands of DNA أو هذا الالتفاف اللي بينات الـ 2 strands of DNA لازم ينفصلون، وبداية تكوين ما يسمى بالريبليكيتينج فورك. Unwinding occurs at a single specific site at a particular DNA sequence on circular DNA of prokaryotes. يعني هذا المكان اللي راح يصير به الانوايندينج اللي راح ينفتح الالتفاف او الارتباط ما بين التو سترينز اوف دي ان اي، هذا راح يكون سبيسيفيك سايد
The site is called the origin of replication, where active synthesis occurs. هذا المكان اللي راح يصير بيه ال replication, origin هو اللي نسميه origin of replication أو مختصرها هو الأوري, where active synthesis occurs. يعني هناك تصير synthesis. This region is called replicating fork. هذا الفقر يوضح لكم شلون تتكون عندنا ال replication fork. مثل ما تشوفون دول التو ستراند اللي هم اللي باللون الأخضر, هنا بهذه المنطقة اللي مؤشرة عليها الأوريجين أوف ريبليكيشن, هنا راح يبدي ينفتح الارتباط بين التو ستراند ويبدي يتكون النيو ستراند اللي هو باللون الأحمر, وهذه خلينا نقول اللي ممثليها بشكل دائرة مفتوحة هي الريبليكيشن فورك, اللي هنا راح يكون المكان عبارة عن مثل البابل أو الآي. Steps involved in initiation. هذه خطوة الانيشيشن بالDNA replication راح يكون بيها أكثر من steps. Steps الأولى, first DNA, a protein recognizes and binds to the ori of the DNA and successfully denatures the DNA. يعني هذا البروتين اللي سميناه DNA a protein إيش راح يسوي؟ راح يحدد هذا المكان اللي هو المكان الريبليكيشن فورك, وش يسوي؟ راح يفتح لنا او يخلي ذول شريطين الدي ان اي ينفتحون حتى يفك الارتباط اللي بيناتهم. بعدها راح يجي عندنا انزيم اسمه هيليكيز او اللي هو نسميه دي ان اي بي بروتين, ايش راح يسوي؟ باينز تو ذس region and unwinds the parental DNA. يجي الهيليكيز راح يفتح لنا ذولا التو ستراند و form V shape where active synthesis occurs. This region is called the replicating fork. هنا راح تتكون عندي replicating fork. The citrus produced due to unwinding by helicase is released by topoisomerases by cutting either one or both DNA strands. بما انه الهيليكيز فتح لي او سوى انوايند للتو ستراند, هنا راح يصير عندي سترس بهالمكان لان هم يميلون للالتفاف حول بعضهم بالشكل الحلزوني, فمن اللي راح يسوي لي ريليز لهذا السترس؟ اللي راح يسوي لي ريليز هو التوبو ايزومريز. شلون؟ باي كاتينج ايذر وان اور بوث دي ان اي ستراند, ممكن يقطع واحد او اثنين من الدي ان اي ستراند. The single-stranded binding protein stabilizes the separated strands and prevents their reassociation. هنا راح يجي عندي بروتين نسميه single-stranded binding protein, ايش راح يسوي؟ راح يثبت لي او يخليه هذا الوضع يخليه مستقر ويمنع هذول التو ستراند من انه يرجعون مره ثانيه يتصلون او يرجعون مره ثانيه يلتفون حول بعض. To initiate the DNA synthesis by DNA polymerase 3, it requires RNA primer. حتى يقدر يبدي DNA synthesis بواسطة polymerase number 3, هنا راح نحتاج منه, راح نحتاج RNA primer. The RNA primers are short pieces of RNA, 5 to 50 nucleotides in length, formed by the enzyme primase, اللي هو RNA polymerase. Using DNA as template. يعني هنا راح يجي عندنا إنزيم اسمه البرايميز أو الـ RNA polymerase. إيش راح يسوي لنا هذا الإنزيم؟ هذا راح يكون لي أو يوفر لي الـ RNA primers اللي هم باستخدام شنو؟ باستخدام الـ DNA as template. إحنا عندنا الـ DNA, شريط الـ DNA اللي فتحناه, هذا راح يصير هو template حتى يجي الـ RNA primers حتى نقدر نبني الـ DNA الجديد. هذا الفقر يوضح لكم شنو اللي دا يصير والعملية شلون دتم. مثل ما تشوفون باللون الأخضر احنا عندنا شريطين الـ DNA, هذول هما الشريطين الأصليين. راح يجي منو عندنا؟ راح يجي عندنا الهيليكيز
مثل ما تشوفون هذا المؤشر اللي هو الدي ان اي بي بروتين. ايش راح يسوي هذا الهيليكيز؟ هذا راح يسوي انوايندينج للتو ستراند، راح يجي يفتحهم مثل ما تشوفون بالمكان اللي هو بي. ايش سوى؟ فتح هذول التو ستراند، منع ارتباطهم او كسر الاواصر الهيدروجينيه اللي بيناتهم. منو راح يجي بنفس الوقت؟ راح يجي التوبو ايزومريز. شو يسوي؟ راح يثبت لي هذا الوضع حتى يمنع الري اسوشيشن، يمنع ارتباطهم مره ثانيه. بعدها منو راح يجي عندي؟ طبعا هنا بهالحاله وين صارت عندنا ريبليكيتنج فورك، ريبليكيتنج فورك اللي هي تكونت بالمكان اللي يجي اجى بيه الهيليكيز. شبيها هذه ريبليكيتنج؟ هي راح تمشي بالاتجاه الامامي، يعني تمشي بالاتجاه الاعلى مثل ما تشوفون السهم اللي للاعلى، direction of movement of replicating fork مثل ما تشوفون. قلنا الهيليكيز شنو اللي دا يسوينا؟ الهيليكيز هو اللي راح يفتح الارتباط اللي بين التو ستراند. حتى نقدر حتى نوضح مره ثانيه، نرجع الهيليكيز اللي هو الدي ان اي بي بروتين ايش دا يسوي؟ دا يفتح لي التو ستراند، يسوي لي انوايندز للبارنتال دي ان اي ويكون لي شنو؟ الريبليكيتنج فورك. بعدها قلنا الستريس اللي دا يصير، منو اللي راح يسوي لي ازاله لهذا الستريس؟ هو التوبو ايزومريز. بعدها راح يجي منو عندي؟ ال SSB اللي هو single stranded binding protein. هذا ايش دا يسوي؟ هذا دا يثبت لي السترينز المفصولين ويمنع إعادة اتصالهم، دا يمنع إعادة اتصالهم مثل ما تشوفون هذا اللي مؤشر باللون الأصفر على التو سترينز، هذا اللي دا يمنع إعادة اتصالهم. هسه راح يجي منو عندي؟ هسه راح يجيني ال RNA primer حتى نقدر نبني او نبني القواعد النيتروجينيه حتى نكون النيو ستراند اوف دي ان اي. هنا راح يجينا منو؟ قلنا راح يجي الار ان اي برايمرز اللي هي شورت بيسز اوف ار ان اي، طبعا هاي بمساعده منو؟ بمساعده انزيم اسمه البرايميز. هسه راح نجي لمن؟ راح نجي للإلونجيشن. بداية الـ RNA primer has been synthesized at each of the replicating fork. A DNA polymerase 3 initiates the synthesis of the new DNA strand by adding the oxyribonucleotide to the 3 end of the RNA primer. Thus, DNA polymerase 3 can synthesize a new chain only in the 5-to-3 direction. Both the DNA strands are synthesized simultaneously but in opposite direction. One in the direction towards the replicating fork, the other in a direction away from the replication fork. هذا شلون راح نفهمه؟ لازم نفهمه من خلال الرسم اللي بالسلايد السابق. هسه راح نقدر نرجع له. مثل ما تشوفون الشريط اللي باللون الأحمر، احنا عندنا شريط الدي ان اي الأصلي اللي هو بالاتجاه 5 to 3 من الأعلى 5 to 3. لما راح يجي الار ان اي برايمر راح يبلش طبعا منين؟ راح يبلش باتجاه الريبليكيشن فورك، وبالتالي ايش راح يكون اتجاهه؟ 5 to 3. هنا بناء القواعد النيتروجينيه بهذا الاتجاه راح يكون شبيه كونتينيوس بشكل سهل، لان هو دا يمشي باتجاه الريبليكيشن فورك وبنفس الوقت هو اتجاه البناء 5 to 3. فهذا شو نسميه؟ نسميه ليدنج سترند. ليدنج سترند هذا راح يكون بشكل متصل مثل ما تشوفون هذا الخط اللي باللون الاحمر، هذا هو شريط الدي ان اي اللي انبنى بمساعده الار ان اي برايمر. طبعا هذا دا يمشي باتجاه الريبليكيشن فورك. على الجانب الثاني راح يكون العكس تماما. ايش راح يكون عندي؟ الشريط الاصلي هو 3 to 5 واللي هو اتجاهه شنو؟ عكس الريبليكيشن فورك.
فما راح يجي الـ RNA برايمر ما راح يقدر يبني بنفس الطريقة اللي بنى بيها على الجانب الثاني أو الجانب الأول. فبالتالي ايش راح يخلي؟ راح يجيب RNA برايمر ويقطع، RNA برايمر ويقطع، يعني يبني، لازم يبني بالاتجاه 5 to 3 مثل ما سوى بالجانب الآخر، يبني 5 to 3 ويقطع، يبني 5 to 3 ويقطع، لأن هو شنو ده يبني باتجاه معاكس للريبليكيشن فورك. ذول القطع هنا هذا المتقطع شو نسميه؟ نسميه ليجينج ستريند. وهذول القطع اللي نبنوا شو يسموهم؟ يسموهم الأوكازاكي فراغمنتس، ذول اللي على الجانب الثاني. The DNA chain which run in the 3 to 5 direction is copied by polymerase 3 as a continuous strand مثل ما قلنا requiring one primer. This new strand is known as the leading strand. The DNA chain which runs in the 5 to 3 direction is copied by polymerase 3 as a discontinuous manner. نعم ما راح يكون بشكل مستمر أو بشكل كامل because synthesis can only proceed in the 5 to 3 direction. This new strand is known as lagging strand. This requires numerous RNA primers. As the replication fork moves, RNA primers are synthesized at specified intervals. يعني بما كل ما تمشي الريبليكيشن فورك ايش راح يصير؟ دول ال RNA primers على هذا الجانب الاخر اللي هو راح يتكون به الاوكازاكي فراغمنتس، هنا ال RNA primers قلنا راح نحتاج اكثر من RNA primers، فراح يصير لهم سينثيسايز على فترات متقطعه، وبالتالي الستريند ايضا راح يكون متقطع. These RNA primers are extended by DNA polymerase 3 into short pieces of DNA called Okazaki fragments. Upon completion of lagging strand synthesis, the RNA primers are removed from fragments by DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 also fills the gaps that are produced by removal of the primer, leaving only a nick. It cannot join two polynucleotide chains together. An additional enzyme, اللي هو DNA ligase, is required to perform this function. This enzyme catalyzes the formation of a phosphodiester bond to seal the Okazaki fragments. احنا مثل ما قلنا كان عندنا اكثر من RNA primers، وبالتالي صارت عندي شنو؟ تكونت short pieces of DNA اللي هم سميناهم الأوكازاكي fragments. بالتالي هذولا ما ممكن احنا نتركهم بهالشكل هذا، او ما ممكن شريط الدي ان اي راح يتركهم بهذا الشكل. لما تنتهي الليجينج سترند سينثيسيس، بعد ما تنتهي هاي العمليه ايش راح يصير؟ الار ان اي برايمرز removed from fragments by what? By DNA polymerase 1. بعدها DNA polymerase 1 fills the gaps that are produced، يعني راح يملأ الفراغات هذه اللي صارت بيناتهم من خلال إزالة هذولا البرايمر. بعدها ايش راح يجي؟ راح يجينا انزيم آخر اللي هو DNA ligase، اسمه DNA ligase. هذا ايش راح يسوي؟ catalyzes the formation of a phosphodiester bond to seal the Okazaki fragments. يعني اللي يسوي sealing للأوكازاكي fragments منه هو DNA ligase. لكن البوليمرايز 1 دي ان اي بوليمرايز 1 شي يسوي؟ fills the gaps that are produced by removal of the primer leaving only a nick. يعني البوليمرايز دي ان اي بوليمرايز 1 شي يسوي؟ هو اللي يسوي لنا ريموفال للـ RNA primer. اخر خطوه بالريبليكيشن او بالدي ان اي ريبليكيشن هي التيرمينيشن. Termination sequences اللي هو direct termination of replication. Specific protein اللي هو نسميه binding protein or termination binding protein binds these sequences and prevents the helicase اللي هو DNA B protein from further unwinding of DNA and facilitates the termination of replication. يعني هذا البروتين اللي نسميه termination binding protein شبيه هو اللي راح يمنع لي
الهيليكيز من استمرار الان وايندينج. لهنا انطى اشاره توقفت عمليه الريبليكيشن. بروف ريدنج DNA is copied by DNA polymerase with high accuracy. يعني هذه عملية الكوبينج للDNA أو الريبليكيشن بواسطة الDNA polymerase تتم من خلال دقة عالية أو تتم بدقة عالية. Incorrect nucleotides are incorporated with a frequency of 1 in 10 للأس 8 إلى 10 للأس 12 bases. يعني إحنا ممكن تكون عندي نكليوتايد غير صحيحة ممكن تندمج أو تدخل على هذا الشريط مالت الدي ان اي لكل قلنا نكليوتايد واحدة لكل 10 للأس 8 إلى 10 أس 12 bases which could lead to mutation but the error ratio during replication is kept at a very low level by specific process. This process is known as proof reading. يعني هذا الإرر الريشيو مالته جدا جدا قليلة. ليش؟ بسبب البروسيس اللي نسميها البروف ريدينج. Mismatches occur more frequently but do not lead to stable incorporations. يعني هذا الاختلاف أو هذا النكليوتايد الغير صحيحة أو المفقودة أو اللي ممكن تدخل على الستراند شبيهة do not lead to stable incorporation يعني ما ممكن تشارك وياهم أو ما ممكن تدخل وياهم because all 3 DNA polymerases have 3 to 5 exonuclease activity لأن كل هذول الـ DNA polymerase الثلاثة اللي تعرفنا عليهم وش عندهم عندهم وظيفة اللي هي الـ proof reading activity اللي هم راح يمنعون هذا الخلل اللي ممكن يصير. DNA polymerase 1 and 2 are known to exhaust mismatched nucleotides before the introduction of the next nucleotide. يعني ذول البوليمرايز 1 and 2 DNA polymerase 1 and 2 شبيهم هم اللي راح يمنعون دخول النكليوتايد الدخيلة أو الغير صحيحة قبل نبلش بالنكليوتايد اللي بعدها. هسه نجي للترانسكريبشن اند ار ان اي بروسيسنج. قلنا السنترال دوغما هي بداية تبدأ بالدي ان اي ريبليكيشن، بعدها الخطوة الثانية هي الترانسكريبشن. About 50% of cellular RNA is distributed in the ribosomes and endoplasmic reticulum. 25% in cytoplasm, 15% in mitochondria and the rest 10% in nuclease. Cell contains three major types of RNA كنا نعرفهم هما المسنجر RNA والترانسفير RNA والريبوزومال RNA. All of these are involved in the process of protein biosynthesis. Each differs from the others by size and function. هذول كلهم راح يكونون لهم علاقة بمن بالبروتين biosynthesis وكل واحد راح يختلف عن الثاني من خلال الوظيفة والحجم. نجي للfunction of messenger RNA. messenger RNA serve as template for protein biosynthesis and transfer genetic information from DNA to protein synthesizing machinery. يعني الوظيفة الأساسية للmessenger RNA راح يكون عبارة عن قالب للبروتين biosynthesis. If messenger RNA codes for only one peptide, the messenger RNA is monostronic. If it codes for two or more different polypeptides, the messenger RNA is polystronic. In eukaryotes, most messenger RNA are monostronic. Function of transfer RNA. Transfer RNA carries amino acids in an activated form to the ribosome for the protein synthesis. يعني وظيفة الترانسفير RNA راح يحمل لنا الأمينو أسيد بالشكل الفعال أو بشكلهم القابل للترجمة خلينا نقول بعد شوية راح تتعرفون عليهم أو بالأسبوع الجاي إن شاء الله نتعرف عليهم to the ribosome for the protein
synthesis، يعني هم الترانسفير ار ان اي هو اللي راح يخلي لي يوصل لي الامينو اسيد للرايبوزوم حتى نقدر نحصل على البروتين. رايبوزومال ار ان اي، ذا رايبوزوم از اسفيريدول بارتيكل and is composed of a large and a small nucleoprotein subunit. The eukaryotic ribosomes are composed of 60 subunit and 40 subunit. هذا منو بدنا نحكي احنا عليه، من على الرايبوزوم اللي هو راح يتواجد بالرايبوزومال ار ان اي. Function of ribosomal RNA. The function of the ribosomal RNA molecules in the ribosomal particle are not fully understood, but they are necessary to maintain ribosomal structure and also participate in protein synthesis by binding of messenger RNA to ribosome. Recent studies suggest that ribosomal RNA may also provide some of the catalytic activities and thus is an enzyme, ribozyme. يعني هذا الرايبوزومال ار ان اي ممكن نعتبره هو انزيم، وبالتالي يسموه احيانا رايبوزايم. ليش؟ لان هو عنده كاتالايتيك اكتيفيتيز. وطبعا الوظيفه الرئيسيه للرايبوزومال ار ان اي هو بارتيسيبيت ان بروتين سينثيسيس باي بايندينج اوف مسنجر ار ان اي تو رايبوزوم، هو اللي راح يربط لي المسنجر ار ان اي بالرايبوزوم. Other nuclear and cytoplasmic RNA. Besides messenger transfer and ribosomal RNA, eukaryotes have some other RNA. These are heterogeneous RNA, serves as precursor for messenger RNA. وعندنا small cytoplasmic RNA involved in the recognition of signal sequence in protein synthesis on membrane-bound ribosomes. وعندنا small nuclear RNA involved in excising introns and suppressing exons. هسه نجي للترانسكريبشن نتعرف عليها بعد ما تعرفنا على انواع ال RNA. Transcription is defined as the synthesis of RNA from DNA that results in the transfer of the information stored in double-stranded DNA into a single-stranded RNA, which is used to direct the synthesis of its protein. يعني الترانسكريبشن شنو نقصد بها أو شنو اللي يصير بها؟ دي يصير بها synthesis للRNA من وين؟ من الDNA اللي هي بعدها راح تأدي لي إلى ترجمة المعلومات من المسنجر RNA إلى المن إلى البروتين. يعني بعد ما كان عندي double strand DNA راح احوله الى single strand RNA which is used to direct the synthesis of its protein حتى نقدر نحصل على البروتين. Transcription in prokaryotes. DNA dependent RNA polymerase called RNA polymerase responsible for the synthesis of RNA using DNA template. يعني عندي enzyme اسمه DNA dependent RNA polymerase. ليش نسمي DNA dependent؟ لأن هو يحتاج للDNA template حتى يقدر يشتغل. Prokaryotes have single RNA polymerase that transcribes all three RNA اللي هما المسنجر ترانسفير والرايبوزوم. رايبوزومال RNA هذا منو بالبروكاريوتس؟ عندي single RNA polymerase هو انزيم واحد، لكن بالإيوكاريوتس راح يختلف الوضع. هسه خلينا نكمل هنا بالبروكاريوتس، لأن قلنا هي خطوات العملية هي وحدة، اختلاف فقط بالإنزيمز. RNA polymerase contains 4 subunits 2 alpha و 2 beta which form the core enzyme. The active enzyme, the hollow enzyme, contains core enzyme and a fifth subunit called sigma subunit.
راح تشوفوها بالفقر بعد شوية. The sigma subunit is required for binding of the RNA polymerase to specific region اللي هي the promoter region of DNA template. يعني هذا السيجما سب يونت هو وظيفته شنو أو فائدته شنو؟ يحدد لي أو يحدد لي المكان اللي راح يرتبط به منه ال DNA أو sorry ال RNA polymerase من خلال منطقة محددة يسموها the promoter region. وين هاي the promoter region؟ على ال DNA template. على ال DNA template مثل ما تشوفون هنا بالفقر عندنا هو هذا كله نسميه هولو بوليمرايز. هذا السيجما فاكتور اللي بالخارج هذا هو اللي دي يحدد لي البروموتر ريجن. الكور انزايم منه هم هذول الفور سب يونت اللي هم 2 الفا و 2 بيتا. هذا كله هو الار ان اي بوليمرايز. Stages of transcription. RNA synthesis involved. Initiation, elongation, while termination. يعني هنا أنا الترانسكريبشن مثل ما كان عندي بالreplication عندي ثلاث خطوات. Initiation, elongation, while termination. Initiation of transcription involves the binding of RNA polymerase اللي هو الكور انزيم والسيجما فاكتور كله to the DNA template at the promoter site. يعني بداية الترانسكريبشن ايش راح يصير عندي؟ الاتحاد او الارتباط ما بين ال RNA polymerase مع ال DNA template. وين؟ على البروموتر سايت. لازم اكو مكان محدد. شلون بدنا نحدد البروموتر سايت؟ منو بده يحدد ليها؟ السيجما فاكتور enables the RNA polymerase to recognize and bind to promoter sequences. Promoters are characteristic sequences of DNA which are different in prokaryotes and eukaryotes. هذه البروموترز او البروموتر سايتس ايش راح تكون؟ مناطق محدده وين على الدي ان اي. تختلف عما بالبروكاريوتس عما بالايوكاريوتس. بعدها راح تبدي خطوه شنو؟ الالونجيشن. بعد ما ارتبطوا هناك الهولو انزيم ويا البروموتر سايت راح تبدي الالونجيشن. الالونجيشن بروسيدز افتر ذا فورميشن اوف ذا فيرست فوسفودايستر بوند. بمجرد ما تكونت عندي اول اصره فوسفودايستر بوند ايش راح يصير؟ راح يبدي الالونجيشن. راح تبدي تتكون اكثر من اصره. افتر فورميشن اوف ابروكسيميتلي 10 فوسفودايستر بوندز اوف ذا نيو ار ان اي سيجما subunit dissociates from the core enzyme. بمجرد ما تكونت عندي 10 من الفوسفودايستر بوند بالنيو ار ان اي اللي تكون الجديد طبعا باستعمال الدي ان اي تمبلت ما ننسى ايش راح يصير؟ هذا السيجما فاكتور راح ينفصل عن الكور انزيم. ار ان اي بوليمرايز يوتيلايزز رايبونكليوتايد تراي فوسفيت اللي هم الاي تي بي والجي تي بي والسي تي بي واليو تي بي فور ذا فورميشن اوف ار ان اي. هنا ال RNA polymerase شو راح يستعمل؟ أكيد راح يستعمل الرايبونكليوتايد احنا ماخذيهم سابقا اللي هم يتكون منهم ال RNA اللي هم يحوون على القواعد النيتروجينية اللي هي الأدينين جوانين سيتوسين واليوراسيل حتى يكون لي شنو؟ شريط ال RNA. The process of elongation of the RNA chain continues until a termination signal is reached. يعني راح تستمر عملية الإلونجيشن للRNA chain إلى أن توصلها شنو؟ إشارة بالتوقف أو إشارة بالانتهاء. In prokaryotes, termination of transcription occurs by one of the two well-characterized mechanisms. اللي هم نسميهم ال RHO dependent وال RHO independent. هذه ما يحتاج ندخل بتفاصيلها لان موضوع راح يطول شرحه وصعب عليكم. مجرد انه تعرفون انه اكو ميكانيزم للترمينيشن واللي دي يحددها منه ال RHO dependent اما تكون RHO dependent او RHO independent. هاي وين؟ بالبروكاريوتس. بالايوكاريوتس termination is less well defined. It is believed that it is similar to that of RHO independent.
بروكاريوتيك ترمينيشن، يعني بالإيوكاريوتس ممكن تكون مشابهة لمن للميكانيزم اللي هي الـ RHON dependent termination. Transcription in eukaryotes. The description of RNA synthesis in prokaryotes is applicable to eukaryotes even though the enzyme involved and regulatory signals are different. يعني هذه عملية الـ RNA synthesis بالبروكاريوتس ممكن تكون مشابهة أو مقابلة أو مطابقة للإيوكاريوتس بالرغم من اختلاف الإنزيم والسيجنالز الموجودة. بالنسبة للإيوكاريوتيك RNA polymerase، احنا قلنا بالبروكاريوتس عندنا 3 RNA polymerase اللي هو 1, 2, 3 اللي هم الموجودين بالنواة. Each of these RNA polymerase is responsible for the transcription of different sets of gene. عندنا ال RNA polymerase 1 catalyzes the synthesis of ribosomal RNA وال RNA polymerase 2 catalyzes the synthesis of messenger RNA and small nuclear RNA. وعندنا ال RNA polymerase 3 catalyzes the synthesis of transfer RNA، يعني كل واحد منهم راح يكون مسؤول شنو عن السينثيسز لأحد أنواع الـ RNA. Besides the three nuclear RNA polymerases in eukaryotic cell, a fourth type of RNA polymerase is found in mitochondrial matrix known as mitochondrial RNA polymerase. بالإضافة لهذه الأنواع اللي ذكرناها الثلاثة من الـ RNA polymerase، عندنا بالإيوكاريوتيك سيل عندها بعد نوع رابع بالإضافة إلى هذولا، هذا راح يتواجد بالميتوكوندريال ماتريكس نسميه الميتوكوندريال RNA polymerase، وهذا شو راح يسوي لنا؟ catalyzes the synthesis of all the three types of RNA اللي هما messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. هذا وين الحكي قلنا؟ بالميتوكوندريال ماتريكس. هسه بعد ما كملت عملية الترانسكريبشن اكو بعدها ما يسمى بالبوست ترانسكريبشنال بروسيسنج. The RNA formed during transcription are called the primary transcript. The primary transcript normally undergo further enzymatic alteration called post transcriptionally processing. يعني بداية لما دا يتكون عندنا هذا الـ RNA بالترانسكريبشن ايش راح يكون بالبداية؟ ما راح يكون اكتف، لازم تصير بانزيماتيك alteration من خلال البوست ترانسكريبشنال بروسيسنج حتى يتكون للاكتف فورم. It is required to convert the primary RNA into functional or active form، يعني لازم يكون functional فعال حتى يقدر يؤدي الوظيفة المطلوبة منه. Processing may involve either. يعني هذه الـ post-transcriptional processing إيش تضمن؟ يا أما cleavage of large precursor of RNA to a smaller molecule by the action of endonuclease and exonuclease. أما راح يكون عندي cleavage قلنا لل large precursor of RNA ممكن يحوله إلى smaller molecule. يا أما العملية الأخرى هي splicing. يا أما terminal addition of nucleotide إضافة nucleotide، يا أما nucleoside modification ممكن يصير تحوير المن للnucleoside. Post transcriptional processing is more extensive in eukaryotes than in prokaryotes. هذه العملية اللي هي post transcriptional processing بالeukaryotes هي أكثر اتساعا عما بالprokaryotes. In prokaryotes, messenger RNA is not post-transcriptionally processed. Prokaryotic messenger RNA is functional immediately upon synthesis. بمجرد ما صار عندي synthesis للmessenger RNA بالprokaryotic cells هو راح يكون functionally أو function أو يقدر يؤدي الوظيفة المطلوبة منه. لكن بالإيوكاريوتس لا.
In eukaryotes, the primary transcript of messenger RNA is the heterogeneous nuclear RNA. After transcription of heterogeneous nuclear RNA is extensively modified to form functional messenger RNA. These modifications are as follow. يعني هذه الموديفيكيشن اللي دا تصير للهيتروجينيوس نكليار ار ان اي حتى تحوله الى function form or sorry active form للمسنجر ار ان اي. شنو هي هذه الموديفيكيشن اللي دا تصير على الهيتروجينيوس ار ان اي؟ اول شيء عندنا the five capping, the five end of eukaryotic messenger RNA is capped with 7 methyl guanylate. ال 5 end للمسنجر RNA ايش راح تكون؟ راح يكون نهايتها ويا من او تكون capped راح يرتبط بها 7 methyl guanylate. This cap functions in protein biosynthesis and to stabilize the structure of messenger RNA. فائدة هذه الكاب شنو او شنو الفانكشن مالتها؟ هي بالبروتين بايوسينثيسز لها فانكشن وايضا stabilize the structure of messenger RNA. 2 addition of polyethyl. The three end of most eukaryotic messenger RNA possess a chain of 200 to 300 adenine nucleotides and called polyethyl. يعني اغلب هذا الايوكاريوتيك مسنجر ار ان اي يملك من خلال في بالثري اند له راح يحوي على الادينين نكليوتايدز حوالي 200 الى 300 فبالتالي يسموها بولي اي تيل. هذه البولي اي تيل از نوت ترانسكريبت باي دي ان اي بات راذر از ادد افتر ترانسكريبشن. يعني هاي بعد الترانسكريبشن تمت اضافتها. Polyethyl may enhance translation efficiency and involved in stabilization of messenger RNA. الفانكشن للpolyethyl شنو هو؟ راح تقوي أو تعزز الترانسليشن كفاءة الترانسليشن وراح تكون لها أهمية بثبات المسنجر RNA. يعني حتى يكون شريط مستقر. الموديفيكيشن الثالثة هي removal of introns. Introns are the nucleotide sequences on messenger RNA that do not code for proteins. هذه مناطق على المسنجر RNA نسميها introns. شبيها النكليوتايد sequence اللي بيها do not code for protein. ما راح ينطيني بروتين. Innervating sequences between exons. هذولا راح يكونون ما بين الإكزونز. يعني إنترون يجي بعد إكزون يجي بعد إنترون يجي بعد إكزون. هذولا الإنترون لازم شبيهم لازم يصير لهم removal. لازم نشيلهم من شريط المسنجر RNA. الإكزونز هما are the coding sequences that code for proteins. إحنا نحتاج الإكزونز لأن هما اللي شرح يكون بهم الكود for proteins. The process by which introns are excised and exons are linked to form functional messenger RNA is called splicing. يعني العملية اللي دي يصير بيها إزالة للإنترون والتحام أو التصاق أو ارتباط ما بين الإكزونز هي نسميها السبلسنج. وطبعا هذه الموديفيكيشن كلها حتى نوصل لمن نوصل للأكتف فورم أوف مسنجر RNA. بالنسبة لترانسفير RNA processing, transfer RNA precursors are converted to mature transfer RNA by following alterations. شنو اللي دي يصير بالترانسفير RNA حتى يتحول للماتشور transfer RNA؟ يا أما راح يصير عندنا cleavage of the 5 leader sequence, يا أما يصير عندنا splicing to remove introns, يا أما replacement of the 3 terminal uracil by cytosine adenine, يا أما يصير عندي modification of several bases اللي هي مثل اليوريديلايت is modified after transcription to form ribothymidylate and pseudouridylate. عندنا الribosomal RNA processing
الرايبوزومال ار ان اي بريكيرسرز كولد بري رايبوزومال ار ان اي ار كليفد اند تريمد تو برودوس ذا ماتشور فانكشنال رايبوزومال ار ان اي. هنا هم راح يصير عنده راح يصير بي موديفيكيشن ويتحول لنا الى الفانكشنال رايبوزومال ار ان اي. لهنا انتهت محاضرتنا. اكيد كلكم راح تقولون هذه المحاضرة صعبة علينا. هي مو صعبة بس محتاجة شوية تركيز. كل اللي مطلوب من عندكم انه انتو تركزون على الانزيمز، كل انزيم شنو وظيفته، شنو اللي دا يسويه، وشنو هي الانزيمات الموجودة عندنا بالبروكاريوتس وبالايوكاريوتس، وكل نوع من انواع الار ان اي شنو الفانكشن مالته. واي سؤال عندكم اكيد تقدرون تتواصلون وتسالون اي سؤال. شكرا جزيلا.